السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي هو فيديو شوية سبيسيال متنوع. درته جمعت فيه بزاف ديال الحاجات اللي بغيت يشوفوهم الناس اللي ما كيعرفوهمش واللي كيعرفوهم، وبغيت نشارك معكم شوية الحياة ديالي، شوية كيفاش درت عيد ميلاد ديال وليداتي، كيفاش كنخرج، كيفاش البلايص اللي كانت مشى فيهم هنايا. وبغيت نقدم لكم هنايا واحد المهرجان اللي كيديروه مرة في السنة، اللي كيسميوه بريديراي، بالحكم في أنتويربن مدينة في بلجيكا. هذا المهرجان اللي كيديروه كيكون متنوع ومهرجان مزيون بزاف. غادي نفسر لكم نحاول نفسر لكم بطريقة بسيطة، اللي هي كيديروه في واحد الحي كبير هنايا عندنا بزاف، واللي فيه مغازات، فيه ريستورون، فيه قهاوي. وهذا النهار اللي كيديروا فيه هاد بريدي راي كيشدوا الطرقان كاملين، يعني غير الناس اللي على رجليهم. المغازات كيخرجوا داكشي اللي عندهم، سواء ملابس، اواني، اي حاجه، كاع المغازات كيخرجوا، وكيكون واحد الثمن مناسب، كيديروا تخفيضات. وبالنسبه للريستورون حتى هما كاين الريستورون ديال الحوت، حتى هما كيخرجوا الشوايه، كيشويو السرديل، كيكون واحد الرواج مزيون، واحد الاقبال، القهاوي حتى هما. المهم كل شيء كيكون على برا وفي الشارع، والناس كتحتفل. كاين واحد الجهه عاوتاني هي كيديروا فيها العاب الوليدات الصغار، الناس اللي عندهم الوليدات كيجيبوهم كيلعبوهم في داك الالعاب، وكتكون اسمنه مناسبه، ماشي اسمنه غاليه، تقدر كتكون مستطاع الجميع. وجبت لكم واحد اللقطات ديال فولكلور كيديروه، بحكم هنايا كاين بزاف ديال الجنسيات، وهاد الفولكلور كيديروه كل جنسيه كدير شي حاجه تراديسي ديالها كتقدمها. وجبت لكم واحد اللقطات من هاد التراديسي هادي، تشوفوهم وشاركها معاكم. اللي كيعرفها هو هذاك، اللي ما كيعرفهاش ياخد واحد الفكرة على هاد المدينة شنو كتقدم. ودابا ان شاء الله نخليكم مع لقطات ديال هاد المهرجان، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. Thank you.
رجعت معاكم عاوتاني. دابا منين شفتوا هاد اللقطات من المهرجان اللي كيديروا اللي زوينه بزاف، والانسان كيبدل فيها الجو وكيشوف شي حاجات اللي ما كيشوفهمش دائما، وكيدي وليداتو يلعبوا بزاف ديال الحوايج. ودابا بغيت عاوتاني نشارك معاكم واحد لقطات عاوتاني من بليصات عاوتاني فين كيديو الوليدات كيلعبوا. هذيك حتى هي كتكون مره في العام وكيفرحوا الدراري كيلعبوا وهادي. وعاوتاني وغادي نشارك معكم كذلك، بالنسبه غادي نشرح لكم كيفاش كل لاكومين يعني كل بلديه كدير الوليدات مره في العام بالنسبه الوقيته ديال راس العام بابا نويل وداك الشيء. كل بلديه كدير واحد البليصه كتجمع فيها الوليدات كتدير لهم رقصات العاب ديال السحر، كيجيبوا لهم كادويات، المهم كيفرحوا الوليدات واللي مهم هو كيهتموا بهم ويديروا لهم بليصات مزيونين ويبدلوا لهم الجو. واخا ما كتكونش عندك عائله، واخا ما كتكونش هذه، كتلقى فين كتدي وليداتك فين كيلعبوا فين كيفرحوا. هذا هو اللي لافونتاج اللي انا كنلقاه مزيون بالنسبه لي انا، وكيفرحني ويفرح وليداتي. وكنتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء ونرجعوا كما كنا، نرجعوا الاوقات ديالنا، نلقاو فين نمشيو بحكم دابا هذا الفيروس اللي خلانا غير من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه. عالميا ماشي غير عندنا هنا ولا في المغرب ولا يعني على صعيد العالم. وكنتمنوا الصحه والسلامه للجميع والسلم والسلام. هادشي اللي كاين، نخليكم مع هاد اللقطات، كنتمنى تعجبكم. بغيت نشارك معكم شويش ديال هادشي وتقولوا لي رايكم. كنتمنى من الله التوفيق للجميع وشكرا بزاف. أديبة
عديبة عديبة حبيبة ديالي عديبة. اي داياش فيا كاع بغات مسكينة تكون معاك. تنكينا بقى اطرارت ان ليتشه Nee. Wat zeggen wij als Sinterklaas doorgaat? Dag, dag, zwarte Piet. Dag, Sinterklaasje. Dag, dag, dag. Dag, Sinterklaasje. Dag, dag, dag. Dag, Sinterklaasje. Dankjewel! Tot volgend jaar Sinterklaas! Tot dan! Oh ja, mag ik. Mohammed, alsjeblieft. Ja, Sarah natuurlijk. Alsjeblieft. Ja. Shaima, kom eens op. Naar boven. Dat is goed. Shaima is een hele braaf. Shaima. Kom hier. Heel tof. Ja. Die helpt altijd, zeker. Wij weten dat. Wij weten dat. Sofiane, ben je hier? Sofiane, ben je hier? Maar wat is het toch? هنايا هذا شوبينغ، واحد شوبينغ اللي كبير بزاف في الوقيته ديال الربيع. كيديروا هاد بليصات كيزوقوا فيهم، وبالخصوص كيديروا هاد العالم ديال البيض، وكيفرحوا بالربيع، كيحتفلوا بالربيع، يحتفلوا بالوليدات كما كتشوفوا. كيديروا لهم العاب فين يلعبوا، بحال دابا دايرين لهم هنايا هاد ماشينه كيضربوا بهم على الشوبينغ كامل، يديروا لهم بليصات هكذا فين كيلعبوا الوليدات. المهم اللي مهم، اي بلاصه مشيتي لها هنايا كتلقاي فين كتخلي وليداتك كيلعبوا، هذا هو اللي مهم. كتخليهم كيلعبوا كيفرحوا يبدلوا الجو، وانتينا تنتينا ما حدك كتشوفي وليداتك فرحانين وكيلعبوا، تنتينا راكي كتفرحي معاهم. وفيه كل شيء بالنسبه للشوبينغ، فيه كل شيء، في المغازات كاملين، في لي ريستورون، فيه لي كافي كاملين، وتقدري تاكلي تقدري تشربي. بالنسبه كان قبل كورونا، اما دابا ما بقاش، حتى ان شاء الله يرفع علينا ربي هذا الوباء ويرجع كل شيء كما كان، ونرجعوا عاوتاني نساري وليداتنا وندورو. ونتمنى لكم الصحة والسلامة أجمعين، ونخليكم مع عاوتاني شوية ديال اللقطات من هاد الشوبينغ، وكنتمنى تعجبكم وتعطيوني الرأي ديالكم، وشكرا بزاف. Azin.
نفلت أخذت غازين 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 ايه بس دي كنيفل دي كنيفل كونان نيزا دي كنيفل كم 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 يا بني كم زوك ودابا كيف ما شفتوا معايا هاد اللقطات اللي وريتكم بالنسبه للشوبينغ بالنسبه للمهرجان بالنسبه للبلديات اللي كل وحده شنو كدير للوليدات وفين كديروا هذا بغيت غير نوصل لكم واحد الفكره زعما كيفاش كيدوز العام هنايا يعني راه واخا كتكوني بوحدك عايشه بوحدك راك ما كتقنطيش وليداتك ما كيقنطوش كتلقاي فين كتديهم كتلقاي فين كتفرحيهم هذا هو اللي مهم. ودابا غادي بغيت نشارك معكم عاوتاني واحد شويه ديال اللقطات ديال عيد الميلاد اللي درت لوليداتي بغيت غير نشارك معكم افكار بسيطه وتشوفوا داك الشيء واش درتو مزيان تقدروا تنصحوني واش نسيت شي حاجه واش خصني نزيد شي حاجه ولا نقص شي حاجه ولا كانت شي فكره عجبتكم حتى نتوما تاخذوها ليكم وكنتمنى تعجبكم ان شاء الله وغادي نخليكم ان شاء الله مع لقطات ديال طويلات خفيفين سهلين بساطين بالنسبه للوليدات اللي بغات تفرح وليداتها ودير لهم اشياء بسيطه كتعجبهم ويختاروها وتفرح هي وياهم والمهم هي الانسان يكون سعيد في حياته ويفرح ويشارك السعاده مع الاسره ديالو يفرح راسه براسه ما ينسى ماشي يتسنى اللي يفرحه ولا اللي يجيب له لي كادو ولا المهم هو الانسان يكون مقتنع بنفسه ويفرح راسه ويكون سعيد في الوقت ديالو مع الاسره ديالو هذاك هو اللي مهم وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم اللي نوعتو لكم من بزاف ديال المواضيع كنتمنى تروق وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وغادي نخليكم ان شاء الله مع هاد اللقطات كنتمنى تعجبكم شكرا.
ان شاء الله هنايا غادي تبان لكم هنايا واحد الطبيله اللي بسيطه اللي درتها لولدي كبيبر كيعجبو بالنسبه للطوموبيلات كيعجبو داك الموتورات وداك الشيء. زوقت له هاد الطبيله بسيطه ودرت له هاد التيم ديال الطوموبيلات اللي كيعجبو وصوبت له داك الحليوه على قد حالي. المهم حاولت ندير له داك الشيء اللي باغي هو والحمد لله عجباتو وفرح بها وهذاك هو اللي مهم. ومن بعد دابا غادي ان شاء الله غادي يبان لكم واحد الصوره ديال الوليد ديالي الثاني حتى هو كيعجبو هاد التيم ديال سبايدرمان. حاولت ندير له واحد الحليوه حتى هي على قد الاستطاعه ديالي، انا ماشي بروفيسيونيل كنحاول ندير شي حاجه اللي تعجب الوليدات ديالي. حتى هو درت له هاد الطبيله بحال هكا بسيطه جدا. ودابا ان شاء الله هذا غنشارك معكم دابا هادي عيد الميلاد ديال البنيته ديالي، درت لها هاد التيم ديال ميني ماوس كما كتشوفوا هنايا، درت لها لي كاب كيك درتهم على جوج انواع، درت هنايا داك لي كاب كيك بالغوز ودرت لهم الودينات باوريو ميني اوريو، ودرت هاد الطبيله ديال الوليدات حتى هي كلشي على التيم ديال ميني ماوس. هنايا كنت مازال ما حطيتش الحلوه في الطبله، هنايا درت كوكيز حتى هو ودرت عجينه ديال السكر حتى هي قطعتها بقطعه ديال ميني ماوس. هادو لي كاب كيك الاخرين حتى هما اللي درت لهم بالابيض. هذه الطارت اللي كنت صوبتها لها حتى هي بيديا اللي عمرتها حتى هي فيها لاجين كريمه ديال الكريمه، درتها بالفريز وداك الشيء وغلفتها بالعجينه ديال السكر. كنتمنى تعجبكم وتاخذوا فكره، لانها فكره بسيطين جدا ماشي شي حاجه، والمهم كما قلنا نفرحوا راسنا ووليداتنا. هنايا درت لبنتي حتى هي الكسيوه ديال ميني ماوس، بقيت دائما في ميني ماوس. خديتها لها بحكم بنيتات كيعجبهم ميني ماوس وهذا وعجبها الحال، فرحات هذا عامها الاول كان عندها عام. درت هنايا زوقت الحايط بهادشي ديال ميني ماوس هكا، جا منظر مزيون لا بأس به وعجب الناس كاملين الضياف اللي جا وداكشي، حيت هي كبرت شويش هاد عيد الميلاد عيطت على الناس، كان اكثر من 25 شخص اللي جاو والحمد لله عجبهم الحال وفرحوا وعجبهم داكشي اللي صوبت. ومهم هو نفرح بنيته ديالي. هنايا درت لاكلاص، لاكلاص درت له لاباط ديال بالبسكوي واللوز وكاوكاو حمرتهم وطحنت كلشي وجمعتها بنسلي كراميل وصوبت لاكلاص حتى هو، ودرت لها في الجنيبات هاد تيك تاك، ومن الفوق زينتها بداك حبيبات ديال الشكلاط اللي كيمزيونين كيعجبو الدراري، بقيت في التيم اللي كيبغيو الدراري. وبالنسبه دابا هنايا عندنا داك عندي هنايا درت ديسير بالنسبه للناس الكبار حتى هو باوريو، درت اوريو من التحت اللي هرمشتو شويه، الكريمه حتى هي درت فيها اوريو ودرت داك اوريو من الفوق هكا وحيدات، جاو مزيونين وجا لذيد بزاف وكل شيء عجبو كل شيء بغاه والحمد لله. المهم من البساطه نقدروا نديروا بزاف ديال الحاجات. هنايا درت الطبيله ديال الناس الكبارين، صوبت لي كيش، صوبت لينيم بالحوت، درت بسطيله حلوه حتى هي بالدجاج واللوز، صوبت ميني بيتزا وفاكهه كي كنقولوا حنايا، شويه كاوكاو شويه لوز شويه شكلاط وهذه. وبالنسبه لهاد البسكوي حتى هما درت لهم البسكوي مع اللوز وكاوكاو وجمعتو بنسلي كراميل ودرتو في قوالب ديال السيليكون ودرت الشكلاط من فوق منهم، وحدين درت لهم الشكلاط ابيض والاخرين درت لهم الشكلاط اسود وزينتهم داك العقيقات من الفوق هكا كما كتشوفوا معايا، وجاو مزيونين بزاف والناس عجبوهم والناس كاملين عجبوهم الصراحه. وهادشي اللي كاين والناس كلاو كلشي وعجبهم الحال الحمد لله. وهنا درت العشاء،
اللي درت فيها الصالاد ديال لي بات اللي كلشي كيعرفها. درت اللحم حمرته في الفران، شرملته وحمرته، بالنسبه للخضره هي صوطيتها وشرملتها. درت داك الريوس ديال القوق حتى هما عمرتهم بالكفته والبصله ومايز، ودرت لهم فرماج من الفوق دخلتهم الفران. وبالنسبه كاين شي ناس كانوا عندي ما كياكلوش اللحم، درت لهم شويه كفته مع شويه ديال السوسيس، وهكذا داك لاريكوتا هي سلقتها شويه وشرملتها، والحمد لله مع خبيز ديال الدار حتى هو، وكل شيء كلا وكل شيء عجبو الحال. وهذاك هو اللي مهم، تفرح بالساعه ديالك ويكون داك الشيء مسقم على حقه وطريقه، هذاك هو اللي مهم. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتكون شي استفاده ولو بسيطه. هادشي اللي كاين، ونبقى معكم ان شاء الله مع كمالة ديال الفيديو ان شاء الله.
ودابا رجعت معاكم بعد ما شفتوا معايا شويه ديال هاد المناظر مزيونه طبيعيه. بغيت نشارك معاكم الطبيله ديال العيد اللي وجدت و 27 اللي درت لبنتي. فرحت بها شويه، حنيت لها، درت لها قليصه وعجبها الحال وفرحات والحمد لله. هذا هو اللي مهم، صوفت لها داك الشيء على قد الاستطاعه. ايوا وداز الصراحه الله، دازت عشيه مزيونه، فرحت بها كما كتشوفوا. حطيت لها هادشي فوق الطبيله، المهم درت لها قليصه هكاك بداك الطرز وعجبها الحال، كتشطح. ايوا هذا هو اللي مهم، الانسان يشوف وليداتو فرحانين الصراحه كتفرح من قلبك ملي كتشوف وليداتك فرحانين. كنتمنى السعاده للجميع، والله يخلي كل واحد وليداته ويسهل عليه هذا الشيء اللي كاين. دابا غادي ندوزو شويه للماكله. وقيلا جانا الجوع من بعد هاد المساريه هادي اللي درنا. هاد النهار بغيت نوجد واحد الغداء اللي فيها اللحم شرملتو وجلديد، الصراحه جلديد بزاف كيجي مزيون. وهنايا عندي هنايا المقادير،
خديت اللحم على حسب الاشخاص، كل واحد على قد اللي عنده في الدار. تشرميلة درت فيها الكمون، سكينجبير، ثومة بودرة، فلفلة حمراء، ملحة وليبزار، ومعدنوس، وزعتر، وروزماري. تاهي الروزماري كيجي في اللحم تاهو كيجيبو لذيذ، كيلددو الصراحة، وشوية ديال زيت الزيتون. شرملت اللحم مزيان وخليتو شي شوية يشرب الشرميلة ديالو. من بعد غادي نديرو يطيب، وشوفوا معايا المراحل في الفيديو ان شاء الله. بالنسبة لذاك أعشاب منسمة حكيتها شوية بين صبعاني هكا، باش شوية تهرس هكا شويش باش تطلق داك اللذة ديالها. دابا غادي ندير زيت العود. أنا الصراحة ما كيعجبنيش نطيب بزيت المائدة بزاف، أكثر كنستخدم الزيت البلدية ديالنا الأصيلية ديال المغرب، ماشي ديال هنا. واخا ديال هنا الصراحه هي مزيانه. هكا كنخلط الشرموله مزيان، نخليوها تجانس. من بعد دابا غادي ندوز نشرمل الحيمه، تنشرملها كلها وندخل فيها داك التشرميله. كيجي الصراحه هاد الله لذيذ، انا كيعجبني هكا، كنفضلو هكا على المرقه بزاف. كنستمر هكا حتى كنشرملو كله. ملي شرملته خليته يرتاح واحد الساعه ديال المكانه، شرب شويه داك الشرموله. من بعد دزت درته في الكوكوط وفي الكسكاس، وغادي نقفل عليه المده ديال 30 دقيقه. خليته طاب مده 30 دقيقه، وكل واحد على حسب اللحم ديالو واش كياخذ طياب بزاف واش غير شويه، على حسب. من بعد مني نطاب داك المده ديال 30 دقيقه خرجته ودرته هكا في واحد الصينيه باش ندخلو للفران. ما دهنته ما والو، غير في الفران، ما تخليوهش ياخذ مده طويله، ميم با داك 5-10 دقائق يلاه يشرب، يلاه يتشمع شويش. وكيجي على هاد الطريقه كيجي لذيذ الصراحه، وما تشبعوش منه، كيجي لذيذ بزاف. وانا رافقته مع البطاطا اللي قطعتها هكا غليظه شويه وشرملتها حتى هي، درت لها شويه فلفله حمراء، الملحه والابزار، وبودره ديال الثوم، وشويه ديال الزعتر، ودخلتها حتى هي للفران. طابت وقدمت على الطريقه هكا وجات لذيذه، وليدات يعجبوهم. ودابا غادي ندوزو للتحليه حتى هي اللي درت، اللي هي هاد الكيكه اللي كنروليوها حتى هي، اللي عمرتها بالفريز، وصراحه جات لذيذه بزاف. انا ما بقاتليش في داك الساعات في العشيه كلاوها ما خلاوهاش. نخليكم مع الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا هذا النهار. بغيت نصوبوا هذا النهار ان شاء الله كيك رول،
اللي كيجي لذيذ وهشيش بزاف وكيعجب كل شيء. داو مقادير ان شاء الله. عندي هنايا السكر كاس ما كاملش، يعني ناقص واحد الصباع. عندي هنايا لوز بودره، خديت اللوز طحنته، قمت كاس ديال اللوز حتى هو ما كاملش. عندي 4 ديال البيضات. عندي هنايا معلقه كبيره ديال بيكينغ باودر. عندي واحد الرشه ديال الملح وفانيلا، وما نساوش واحد الكاس ديال الدقيق اللي نخلناه قبل. ونبداو على بركه الله ان شاء الله. نديرو البيض نبداو به بسم الله. البيض يكون على حراره الغرفه، ما يكونش بارد باش كيطلع معكم مزيان. كندير هنايا السكر وداك الرشه ديال الملح وفانيا، وكنطربو حتى كيتضاعف الحجم ديالو. من بعد ملي كنطلعوا البيض على هاد كيجينا بحال هاد الشكل هكا، كنزيدوا عليها 3 المعالق كبار ديال الزيت المائده. السر ديال هاد لاجينواز باش ما كتهرسناش وكتخدميها كيف ما بغيتي هو هاد 3 المعالق ديال الزيت. ومن بعد كنعاودوا نطربوها شويش. من بعد ما طلع لنا البيض ولا بحال هاد الشكل هكا كيضاعف الحجم ديالو، انا هنايا خديت داك الدقيق الابيض مع بودره ديال اللوز مع خماره ديال الحلويات اللي هي بيكينغ باودر، خلطت الجميع هنايا وغنبقى نضيف شويه بشويه. المهم هو ما تخلطوش بالزربه باش ما يطيح لكمش البيض. وبالنسبه للخميره ديال الحلويات كنديروها بالنسبه للمبتدئات واللي كيخافوا لاجينواز طيح لهم، كيساعدوا بالخميره الكيميائيه، هي كتعاونهم وكتخلي لاجينواز ديالهم كتنجح 100%. وكنستمروا على هذه الطريقه حتى نساليوا الكميه ديال الدقيق ديالنا كلها. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا هكا كتجينا على هذه الطريقه ما كطيحش، غادي نديروها في اللاطه ونحاولوا نطلقوها تكون متساويه وندخلوها للفرن. المهم الفرن خصو يكون سخون على درجه حراره 180 مسبقا، وكندخلوها من با 10 ديال الدقائق. هي بسرعه كطيب ما كتاخذش الوقت بزاف، وداك الساعات منين طيب نرجع معكم ان شاء الله. دابا انا هنا درت الخليط ديال الكيك هنايا في اللاطه، غادي نضربوها هكا شويه باش كيخرجوا منها داك الفقاعات، ندخلوها ان شاء الله للفران ونرجع معكم. بعد ما دخلت الكيك ديالي للفران ندوزوا الان للتزيين. انا عندي هنايا 250 غرام ديال ميسكاربون مع 100 مليلتر ديال الكريمه شونتيي، يعني كريمه الخفق، مع عندي هنايا سكر فانيلا، وعندي واحد الكميه ديال السكر ماشي بزاف 4 كاس ديال السكر سنيده. عندي هنايا فريز خديته طحنته شويش، بقى هنا شويه صحيح شويه بالنسبه للتزيين الداخل بغيت نديرو معاها. اللي عنده كتجي لذيذه به بزاف، اللي ما عندوش يقدر يدير اي حاجه كتواجد عنده في المنزل. وهنايا عندي قطع ديال الفريز حتى هو للتزيين. وندوزو ان شاء الله لطريقه ديال التحضير. كندير سكر فاني، نزيد عليه سكر سنيده وكنطربهم مزيان. بعد ما طربت الكريمه كتجي على هذا الشكل هكا، كتجي قاصحه وتقدري تستعمليها كيف ما بغيتي، كتجي مزيونه بزاف ونبدا كتجي لذيذه. من بعد ما طابت الكيكه ديالي خرجتها وخليتها حتى بردت،
درت لها كريمة من الفوق، ودابا غادي ندير لها الفريز اللي تحت حتى هو من الفوق. منين درت لها الفريز حتى هو من الفوق، شو كتجي على هذه الطريقه هذه. من بعد كنبداو نروليوها، وحنا كنزيرو شويه بشويش شويش بشويه حتى كنجمعو الكيك ديالنا. منين جمعتها على هذه الطريقه، لويتها مزيان ودرت لها السلوفان، وغادي ندخلها للثلاجة تبرد شويه واحد المده ديال ربع ساعه حتى 30 دقيقه. من بعد غادي نخرجوا ونزينوها ان شاء الله. انا هنايا درت شويه ديال الكريمه في لابوش، وعندي هنايا الفريز. من بعد ما بردات خرجتها زينتها بهذه الطريقه هذه. تزيين بسيط، كل واحد يقدر يزينها بالطريقه اللي بغى. انا درت لها واحد الطريفات ديال الشكلاط من الفوق، ودرت لها هنايا الفريز، قطعتو نصاص ودرتو من الفوق، وكل واحد يزينها بالطريقه اللي بغا ويوجدها لوليداتو. انا ولادي كتعجبهم الفريز، داكشي علاش درتها لهم الفريز، ويقدر اي واحد يديرها بالطريقه اللي بغا. والمهم هي كتجي لذيذه بزاف، ومع المذاق ديال اللوز مع المذاق ديال الفريز كيتواتى بزاف. وبالصحه والراحه، وكنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتكونوا استفدتوا واخا غير شويش. انا شاركت معكم الفكره ديالي البسيطه جدا، ماشي شي حاجه، ولكن المهم كنتمنى تعجبكم، وشكرا بزاف. ودابا جا النهايه ديال الفيديو ديالنا، كنتمنى تكون استمتعتوا به، وتكونوا خديتوا شي استفاده واخا قليله، ولا يكون عجبكم ولا شي حاجه. دابا بغيت غادي نخليكم مع التصويرات ديال الماكله اللي كنوجد لوليداتي مره مره، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى لكم التوفيق في الحياه ديالكم، والله يجعل ربي يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنى السلم والسلام للعالم اجمع، وكل واحد يكون بالصحة والسلامة إن شاء الله. وكنتمنى نتلقاكم فيديو جديد، وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتشجعوني. خليتكم، يلا بسلامة.